أظن كده اللعبة خلصت يا هندسة. أنت أجرت حد يقتل حسن مع إن أنا كنت متفق مع زكريا. لا كلمت زكريا من العربية وأنت مش حاطط كاميرات في العربية. ما كنتش أعرف إنك كلمته، ولو كنت عرفت كنت سبتك أنت اللي تتورط في الحكاية دي. أنا ما صدقت يقول لي تعالى قابلني. رحت قابلته ومن بعديها بقيت أراقبه عشان أعرف كل خطوة بيخطيها. والفويس اللي أنت بعتها لي بصوت عم إسماعيل وهو بيقول لزكريا قتلها. ما كانش هيقتلك. زكريا كان بياخد إسماعيل على قد عقله. ما شاء الله عليه. كان يقدر يعمل أي حاجة شمال إلا الدم. خلاص خلصت المحاكمة اللي انتوا نصبينها لي. على فكرة أنا ما عنديش مشكلة يحصل لي أي حاجة حتى لو اتسجنت. وكون في علمكم أنا مش هتسجن ولا حاجة. كل الموضوع تحريض على أشرف قتل. وانت فاكر اللي هي خلصت لحد كده ولا إيه؟ يا سي عندكم جريمة تانية مش عارفين تلبسوها لحد قلتوا تلبسوها لنا؟ قتلت علي ليه يالا؟ قتلته ليه؟ ياسين جرى يا سي؟ انت عايز تبرى اخوك على فاهم بعد ما مات ولا ايه؟ ما تجيبش سيرة اخويا لو سالك يالا فاهم ولا لا؟ اهدى يا ياسين. جرى يا هندسة، ما قلت لك ما بحبش اللف ولا الدوران. وبعدين احنا عرفنا كل حاجة. عرفتوا ايه؟ ايه؟ انتوا عايزين تلبسوني قضية ولا ايه؟ على الله يرحمه اتضرب على دماغه 6 مرات قبل ما يموت. واللي احنا شفناه في الفيديو اللي انت خبيته ان سامح ضربه مرة واحدة بس وبعدين هرب. الضربات الباقية دي بقى جت منين؟ وانا ايش عرفني؟ وانا كنت شغال ظابط تحت ايدك عشان تسألني سؤال زي ده. عندك حق، بس احنا رجالتنا بيعملوا شغلهم كويس قوي وضربوك بنفس طريقتك بالكاميرات. جابولك حتة فيديو متصور ليلة الحادثة ظهرت فيه وانت خارج من الشركة بعد ما سامح هرب من شركة درغام على طول. ولما تابعناك بالكاميرات اللي في الشارع لقينا عربيتك متجهة ناحية شركة درغام. مش بس كده، ركنت عربيتك في مكان قريب من الشركة وتحركت واتجهت للشركة. وبعدها بربع ساعة رجعت خدت عربيتك ومشيت. برضو إحسان بيه ده مش دليل، وانت عارف كده كويس. حقك، بس احنا لو جبنا الشعر اللي لقيناه على جثمان علي الله يرحمه وأثار الرجلين اللي لقيناها في موقع الجريمة وطبقناها بيك هيبقى عندنا دليل ما يخرش المية وهنقدر نقدمه في المحكمة. تقتل ولد ليه يا واد؟ ده كان بيعاملك زي أخوه. شفت في الكاميرات إن علي لسه عايش، قلت أخلص من الاتنين مرة واحدة وأيد النار بين العيلتين، مش كده؟ لما دخلت على علي ولقيته بيستنجد بيك عملت فيه إيه يا شريف؟ جالك قلب تقتله ازاي يا اخي؟ جالك قلب ازاي؟ مش فاهم انا. ايوه ياسين، انا اللي قتلت علي. ايوه عايده، انا اللي قتلته. Thank you.
اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.